البقاء دائما في بؤرة اهتمام الرأي العام أمر مرهق حتى لهيلاري كلينتون، والطقس زاد الطين بلة خلال مراسم إحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر. فقد بقيت كلينتون زهاء ساعة ونصف الساعة فقط لتنسحب قبل نهاية المراسم، وقد أخذ الإعياء منها كل مأخذ. حملتها الانتخابية أعلنت أن السبب هو ارتفاع في درجة الحرارة. صور لا يمكن أن تعجب كلينتون في ظل الشكوك الدائرة بشأن حالتها الصحية. الأسبوع الماضي مثلاً انتابتها نوبة سعال شديدة في أوهايو، ولكنها تعاملت مع الأمر بذكاء. أصاب بالحساسية حين أفكر في ترامب. أما دونالد ترامب فيحاول منذ أشهر استغلال حالتها الصحية الضعيفة للهجوم عليها بشراسة، وغرد على تويتر قائلاً: أعتقد أن على المرشحين هيلاري كلينتون وأنا أن نتحدث بوضوح عن حالتنا الصحية. أنا ليست لدي مشكلة في ذلك، وأنت يا هيلاري؟ في أغسطس كان أطباء كلينتون قد أعلنوا أن حالتها الصحية ممتازة، وهي ترى أن غرض هذه الشائعات هو تشويه سمعتها. هناك شائعات كثيرة، توقفت عن عدها ولا أكترث لها. وبعد 90 دقيقة من انتهاء مراسم الذكرى، ظهرت كلينتون مجدداً أمام مسكن ابنتها في نيويورك وهي مبتهجة. أنا بأحسن حال، أنا ممتازة. ماذا حدث؟ إنه يوم جميل في نيويورك. طبيبة كلينتون أعلنت بعدها أن المرشحة للرئاسة عانت من التهاب رئوي وسوف تعالج بالمضادات الحيوية. وللأسف ستضطر كلينتون لأخذ فترة استراحة لعدة أيام في أسخن مرحلة من الحملة الانتخابية.